الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله نتكلم في هذه الليلة المباركة عن حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أورده الإمام البخاري في صحيحه من طريق سمرة بن جندب من طريق سمرة بن جندب ومن قبل أن نتكلم الحديث أذكركم في عجالة بأن الأحكام لا تؤخذ منها الرؤى حتى لأفضل الصالحين لا تؤخذ منها أحكام وإنما الأحكام تؤخذ فقط من رؤية تمت للنبي صلى الله عليه وسلم ليست رؤية تمت لك أنت أو لأحد مما تعرف رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه إشارة خاصة له هو وقد تكون لأسرته وقد تكون لجاليته وقد تكون لما سيحدث لأمة المسلمين ولكن لا يركن إليه بصفة عامة لأن قد تختلف تأويلها من شخص لآخر فأنا مثلا لا أعرفك جيدا قد يكون تأويلي لرؤياك أقرب إلى الظن أما من كان إن كان هناك من يعرفك حق المعرفة ويعرف خلفيتك يستطيع أن ينزل تلك الرؤية صحيح منزله فتكون أقرب ما يكون إلى الصواب لهذا إن جاءك رجل لا تعلمه ويقول لك رأيت كذا وكذا وكذا حتى إن قال لك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيعني تنتقي أفضل ما على مدى هذه الرؤية تبشره بها فقط لكن إن لا تحاول أن تؤولها إن كان بينك وبينه شيء في قلبك لا تؤول يخرج منها أفضل لك وأولى لك مثلا هو أنت تعلم مثلا به عيب في بيته ونصحته ولم ينتصح فجاءك يروي لك الرواية لا تقل له يبدو أن فيك عيبا في بيتك وترجع تدق على مواضع الألم ولكن انصحه نصيحة عامة ولكن إن لم يكن بينك وبينه أي شيء فيما مضى فيمكنك أن تنزل الرؤية حق منزلها إن علمت لها منزل أما إن لم تعلم لها منزل فلا تقف ما ليس لك به علم لأن الرؤية هذه أمر عظيم لا يتصدر لتأويلها بجهالة إلا من جهل ما ينتظره من عذاب اجتنب ذلك ولكن تستطيع أن تناصح ما فيش مشكلة هاي اسكتوا له أما الرواية التي يعني الروايات التي حكيت لكم عنها بالأمس عن عيسى بن مريم وأمه ونحو ذلك كل هذه لا تستطيع أن تأخذها فتجعلها في كتاب ويكون هذا سيرة مريم ابنة عمران لما ماتت ما تتكلم فيها هذا رؤية رآها بعض الناس وليس عندي أنا خلفية تضاهيها تكذبها أو تصدقها فيسكت عنها طيب في حد عايز انجليزي ولا لان ما فيش نساء حد عايز انجليزي ولا بستسلم بالعربي؟ عربي طبعا عربي مرتب الاخر انت عايز انجليزي يا اخي؟ عربي يعني طيب انا عايزك جنبي الله يكرمك اجلس على الحائط عشان تريح نفسك بالمناسبة ان شاء الله درس الاربعاء هيكون اخر درس لي قبل السفر فأرجو أن يعني أنا شايف الأخ عبد الكريم موجود يمثل الإدارة فلأن يبقى الخميس
والجوع يكون يومان مشحونان لتدبير ما نقص من تدابير قبل السفر. لو مد الله في الأعمار والعافية وسلامة الأقدار فأنا راجع على يوم 17 إن شاء الله 7 يعني قبل رمضان بثلاثة أيام حتى يعني أتجهز وأستريح من علاء السفر قبل بداية شهر رمضان إن شاء الله ونتحدث مع الإدارة في الجدول الجديد قبل رمضان حتى يعلموا الناس كيف سيكون الجدول وكيف ستكون الأمور إن شاء الله. الله يبارك ربنا يوفقك ويوديك بخير إن شاء الله ويعيدك على خير. ربنا يصلح أحوال بلاد الإسلام. فنقول الليلة علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم في دروس التفسير أنه كانت تأتيه الرؤى 6 أشهر متتاليات قبل البعثة، لذا وكانت إذا رأى رؤيا جاءت في اليوم الذي يليها أو أقرب ما يكون كفلق الصبح. فلق الصبح يعني تحققت كأنه رآها، فكانت هذه إرهاصات النبوة، إرهاصات يعني ما يسبق من علامات. يعني مثلا لو قلنا كل ما نراه في الأرض خاصة في بلاد المسلمين هي إرهاصات عودة الإسلام ليحكم بلاد المسلمين وظهور المهدي المنتظر والدجال وعيسى بن مريم، 3 أمور. هذه كل ما تراه الآن على الأرض من الإرهاصات، يعني العلامات المبكرات التي تدل على قرب حدوث ووقوع ذلك. فمثلا من إرهاصات عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته أنه لما وضعته أمه سقطت شرفات كسرى، ثم بعث بعدها 40 سنة. شرفات مدائن كسرى، قصر كسرى، شرفات مدائن كسرى هي العاصمة بتاعت كسرى عظيم فارس، كانت انهارت يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يدرى له شأن، بخلاف أمه التي رأت حين وضعته أنه نزل يداه وجبهته ورافع رأسه إلى السماء كأنما يستعد للسجود أو يلبي أمرا ما، ثم رأت كأن نور خرج منها أضاءت مدائن كسرى. فهذا وذاك متناظران. ثم من إرهاصاتها أيضا أنه كان كلما مر إلى جوار الحجر كان الحجر يسلم عليه صلى الله عليه وسلم، المهم حتى لا نزل عليه. فكان من طبعه صلى الله عليه وسلم بعد كل فجر، وطبعا لا أحد يستطيع أن يؤول مثلما يؤول النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعد أن يصلي صلاة الغداء كان يسأل أصحابه، يعني يأتلف قلوبهم، هل رأى أحد منكم رؤيا يقصها علينا؟ فإن رأوا قصوها علي، فيسألهم أولا ماذا أولتوها؟ ماذا أولتموها؟ فيقالوا لا ندري، أو حتى لو تأولوها، لكن لأنه سأل صلى الله عليه وسلم كانوا يتأدبوا جدا معه صلى الله عليه وسلم، فيقولون الله ورسوله أعلم، حتى لو هم عارفين، يعني كما كان في الحج الوحيد الذي فعله كان وهو في الخطبة يقول أتدرون ما اليوم؟ طبعا هذا يوم النحر، ولكنهم خافوا أن يكون هناك أمر ما أو أن الله غير اسمه، فيقولون الله ورسوله أعلم، فقال لا، يقول لهم أليس اليوم النحر؟ وهكذا، يعني هم كانوا يتأدبوا جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحده أو من يعني يشار إليه بالبنان من العلماء، وإلا فالكل سواسية بعد ذلك. روى الإمام البخاري عن سمرة بن جندب
رضي الله عنه أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: أرى أحد منكم من رؤيا؟ قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص. وإنه قال ذات غداء، يبقى عرفنا المعاد بعد، يعني ذات الغداء، والغداء اللي يعني بعد ما صلى الفجر كده وقاعد حتى يتسلوا إلى شروق الشمس. فقال لما لم يقل أحد رؤيا، فقص هو رؤيا رآها هو في هذه الليلة صلى الله عليه وسلم: إنه أتاني الليلة آتيان، يعني رأى في منامه رجلان، وإنهما ابتعثاني، ابتعثاني يعني أمراني أن أقوم معهما، وإنهما قالا لي انطلق، يعني تعال معنا، ابتعثان يعني أيقظا أو كان جالسا فأمراه، ثم قالوا له انطلق، فانطلقا بي، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، يعني بينما هم يمشيان يمشون، لأنهم ثلاثة، بينما هم يمشون، أين يمشون؟ يصعدون، ينزلون، يطيرون، لم يأتي إشارة إلى ذلك في حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولكن ستفهم من درجات الحديث أنه اخترق له الغيب، اخترق به الغيب، فرأى من مشاهد يوم القيامة، فرأى من مشاهد يوم القيامة. وفي هذا الحديث بعض الأحكام للجرائم التي يرتكبها المسلم ولا يجد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله إلا بعد هذا الحديث أو أمثاله، إلا بعد ذلك ما يدل على ما ينتظره من عذاب. وإنا أتينا على رجل مضطجع، مضطجع يعني نائم على جنبه أو على ظهره، نائم على جنبه أو نائم على ظهره، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، الرجل نائم ورجل آخر واقف بلا جواره ممسك بصخرة، وإذا هو يهم بالصخرة لرأسه فيفلغ رأسه، يعني يضرب رأسه ضربة شديدة بالصخرة فتنفجر، يعني تتفتت، فمن شدة الضربة فيتدهده الحجر هاهنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن يضربه من شدة الضربة يسقط الحجر ثم يتدحرج بعيدا، فيتبع الحجر ليأخذه، يبقى يسيبه ويروح يجيب الحجر ويعود ليقف، فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، يعني لما يأخذ الحجر ويصل إليه مرة أخرى ويقف فوق رأسه ويرفع الحجر عاد الرأس كما كان، ثم يعود فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى، يصلغ رأسه، وهكذا. فاندهش النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قلت لهما سبحان الله ما هذا، يعني من الاثنين دول، من هذان الرجلان، ايه حكايتهم؟ قال لي انطلق، انطلق يعني لا تسأل. في سورة الكهف كل ما كان سيدنا موسى يسأل الخضر بشيء فيعاتبه او لا يرد عليه فانطلق، يعني نفس المنوال بتاع سورة الكهف. فقال لي انطلق، انطلق، قال صلى الله عليه وسلم فانطلقنا، فاستمر المسير. فأتينا على رجل مستلق لقفاء، دي حاجة تانية بقى، واحد تاني نام على ظهره، تحقق نومه على ظهره، مستلق لقفاء، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد. الكلوب حاجة من الاثنين، تعال يا حبيبي اقترب،
الكلوب شيء من شيئين، إما أنه المنشار الحديدي الذي نقص يعني تنشر به الأشياء، الأخشاب، الحدائق، الأجسام، أو قد يكون الخطاف الحديدي، تعرف مثلاً اللي بيسبح بيده بيكون مجهز كده في الدكان عنده كلاليب تتدلى من السقف بعد ما يذبح الذبيحة عشان يشطرها للصفين يعلقها من بعد أن يزيل الساق، يعلقها من ال يعني في عضلة كده في الأرض يعلقها منها، هي متينة وتتحمل الجسد كله، ثم يبدأ يقطع منها أو يشقها نصفين أو ما شاء. فهذا إما أن هذا هو الكلوب أو المنشار. وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه، يعني بيروح بقى يختار أي جنب كده من جنب وجهه، ثم يضع الكلوب في شدقه، هذا هو الشدق، التقاء الشفتين، يضعه في شدقه فيشرشره إلى قفاه، يقعد ينشر حتى يصل إلى قفاه، ثم يعود إلى منخره المنقر اللي هو فتحة الأنف الواحدة. عشان كده في الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم سألته البنت ما حق زوجي علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن انتثر منخراه دما وقيحا فابتلعتها ما وفى ذلك حق الزوج. بس الزوج الصالح، الزوج الايه؟ الصالح، مش اي زوج، مش الزوج المفارق لبيته الهاجر لبيته ولاولاده، ها؟ او الغافل او الغير قائم بحدود الله في بيته، الزوج الصالح الذي يقوم على بيته بما يرضي ربه يكون هذا حق من حقوقه على امرأته، حتى ان فعلته يعني بدأ ألفه ينزف دما وصديدا فشربته حتى لا يزيد، لم توفي الزوج حقه، لم توفي الزوج حقه. لكن المهم أن يكون هذا الزوج يتقي الله فيها، يكرمها، يحبها، ويرفعها، ويدللها، ثم يؤدبها إن كانت تحتاج التأديب كما كان يفعل خير الخلق صلى الله عليه وسلم مع نسائه، فإن كان ذلك فهذا أحق من حقوقه. فيأتي إلى شدقه فيشرشره إلى قفاه، ومنخره يشرشره إلى قفاه، ومن عينه إلى قفاه، ثم يستدير إلى الجانب الآخر فيفعل به ما فعل في الجانب الأول، فإذا انتهى من الجانب الآخر يعود الأول كما كان، فيدور حوله ذهابا وإيابا ذهابا وإيابا بلا انقطاع، فيقول صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله ما هذا؟ فقال له صلى الله عليه وسلم انطلق انطلق. فانطلق لا تسأل، فسأل فانطلق معهم صلى الله عليه وسلم. فأتينا على مثل التنور، طبعا كلكم عارفين التنور، ولكن هنا في يعني التنور اللي بيخبزوا فيه اللي بيسموه في السعودية التميس، هو ضيق الفوهة ومتسع من الخلف، يضع فيه الخباز العجين ثم يقذفه إلى في مكان ما، ثم بعد ذلك يسقط إذا نضج أو يأتي به إذا نضج، فهو متسع من أسفل، ثم أنه فيه شيء من الارتفاع ثم فوهة عظيمة. فأتينا على مثل التنور، قال وأحسب أنه كان يقول، قال يعني الراوي اللي هو سمرة، سمرة ابن جندب قال وأحسبه أنه كان يقول، يعني مش متذكر جيدا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة ولا لم يقولها،
فإذا فيه لغط وأصوات. لغط والصياح، والأصوات صراخ وهمهمات وأنين. قال فطلعنا فيه نظرا في فتحة التنور هذا، فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوطوا، ضوطوا يعني صاحوا وصرخوا وتقافزوا. قال قلت لهم من هؤلاء؟ قال قال لي انطلق انطلق. فانطلق، فأتينا على نهر، ويقول سمر بن جندب حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، نهر أحمر مثل الدم. وهذا ليس في وصف في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ليس ذلك في وصف الجنة فيها أنهار، ولكن لم يذكر أن فيها نهر مثل الدم، فيها أنهار بيضاء كاللبن والعسل والخمر، ولكن لم يقل أن فيها نهر مثل الدم. وإذا في الرجل في النهر رجل سابح يسبح، قاعد يعوم في البحر براحته، يستمتع أو لا يستمتع، المهم أنه يسبح. وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي يريد أن يخرج من عند الرجل الذي هو جالس، فيأخذ هذا الرجل حجرة فيقذفه تجاه السابح فيدخل في فيه فيرده إلى وسط النهر، فيدور فيه، يعني يدخل الحجر في فمه فيرده من شدة الدفعة ومن شدة القذف فيرجع، ثم يسبح وإن شاء الله يسبح ثم يرجع فيلقمه حجرا آخر. فقال ما هذا؟ قال انطلق انطلق. فانطلقنا، ثم أتى على روضة معتمة. الروضة هي الجنة الجميلة، معتمة يعني مظللة، مش معتمة يعني مثل العتمة لما يكون ما فيش نور برا، هذا في الخارج الآن، هذه العتمة في الخارج الآن. نعم مظلم مظلم، ولكن هنا ليس المقصود به مظلمة، روضة معتمة يعني لا ترى فيها ضوء مباشر يأتيك، وإنما مظللة جميعها، فيها من كل لون الربيع. طبعا انتم عارفين الوان الربيع، الخضره والزهور وعجائب الوان الزهور، فتبارك الله احسن الخالقين. فيقول فيها من كل لون الربيع، واذا بين ظهري الروضه رجل طويل لا اكاد ارى راسه، طولا في السماء، طويل جدا لدرجة أنه مش عارف يجيب راسه، مش عارف يعني يصل إلى منتهى راسه. وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط، أطفال كثير جدا، ما رأى هذا الجمع من الأطفال سويا صلى الله عليه وسلم من قبل في حياته، فلذلك تعجب صلى الله عليه وسلم من كثرة هذا العدد من الأطفال. وولدان يعني صغار لم يبلغوا الحلم أو حتى يقاربوه أو حتى قاربوه. قال قلت لهما، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين اللذين معه ما هذا ما هؤلاء؟ قال لهم انطلق انطلق. فانطلق معهم صلى الله عليه وسلم، فانتهيا إلى روضة عظيمة، فانتهينا إلى روضة عظيمة، جنة أجمل من الجنة الأولى، عظيمة، لم أرى روضة قط
أعظم منها ولا أحسن. قال لي ألقي فيها، يدخل يعني. فإذا معنى كلمة ألقي أنها متدرجة يصعد فيها. قال ألقي فيها، فارتقينا فيها، فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة. يعني فيها مدينة جميلة حجارتها ظاهرة، يعني هنا مرة في البيوت بتاعتنا بيحطوا الحجارة ديكور بس، وقد تكون إن كان البناء أصلاً فيه حجارة يخفونها بطلاء أو بشيء يزيد الجمال، يعني يظهر جمال المبنى، لأن الحجر لو تركوه على ما هو عليه يعني لا يأتي بشيء جميل. ولكن هذه تركت الحجارة على ما هي، لأن واحدة منها ذهب وواحدة فضة، وطبعاً ما فيش أجمل من هذا. ثم انظر الإنفاق، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أما رأيتم كم أنفق الله منذ خلق الأرض؟ فهذا، هل رأينا نحن أن الله خلق لنا أتجار من ذهب أو نحو ذلك؟ لا، ومع ذلك نعجب كل هذا ما أنفقه من بلايين السنين سبحانه وتعالى، كل هذا أنفقه ولا تنضب خزائنه سبحانه وتعالى، لا تنضب ولا تتناقص. وفي الحديث الآخر: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسأل الله كل منهم مسألته فأعطى كل واحد منهم ما أراد، ما نقص ذلك من ملك الله شيء، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر من مائه. يعني هات أكبر إبرة تقدر تديره، الإبرة فيه ثقب، يعني أكبر إبرة ستكون مخيط، المخيط يكون مثل هذا. نعم. طيب، وسيكون الثقب الذي فيه يعني إن تستطيع أن تمر منه النملة أو النملتان. فإذا أدخل هذا المخيط في ماء البحر ثم أخرجته، ماذا في عين المخيط؟ قطرة واحدة. هذا ما ينقص من ملك الله إذا أعطى الجن والإنس أولهم وآخرهم كل واحد أقصى ما تشتهيه نفسه. فلذلك لما رأى هذه المدينة لبن من فضة ولبن من ذهب تعجب. فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلنا. إذن هذه المدينة عظيمة ولكن لها باب فتح فدخل، فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائي وشطر كأقبح ما أنت رأى. رجل رأى أناس ولكن انشطر بدنه نصفين، نصف أجمل ما يكون ونصف أقبح ما يكون. قال قيل لهم هؤلاء الناس: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. قال: وإذا نهر معتبر يجري كأن ماءه المحض من البياض. فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنه. قد ذهب ذلك يعني عادوا جميعا مثل الشطر الذي هو أحسن ما أن تراه، فصاروا في أحسن صورة. قال لي، هم بقى اللي بدأوا يفسرون صلى الله عليه وسلم، قال لي: هذه جنة عدن وهذا منزلك، البيت الجميل اللي طوب من ذهب وطوب من فضة. قال: وهذا منزلك. قال: فسمى بصري صعد، يعني نظر إلى القصر، عرفوا منزله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، كان غرفة قدر مكتب الإدارة، كان إذا نام
وأراد أن يمدد رجليه كاد أن يصل إلى الحائط، وكان إذا رفع يده كاد أن يمس السقف، كان هذا داره صلى الله عليه وسلم. فصعد فسمى بصري صعدا، يعني ظل ينظر للبيت ويصعد في جماله وارتفاعه وكمال بنائه. فإذا قصد مثل الربابة البيضاء، ربابة اللي هي اللؤلؤة مجوفة جميلة يقال لها ربابة، وقد يكون شيئا آخر أنا أجهله، المهم أنه رآها بيضاء حسناء لا يعرف كيف تم بناء هذا البناء بذلك بتلك الروعة وذلك الجمال. قال لي هذا منزلك؟ قال قلت له بارك الله فيكما، ذراني أدخله. طب ممكن أشوفه من جوه؟ ممكن أشوفه من جوه؟ يعني لأن دائما الإنسان يرى بداخل البيت أجمل مما يرى في الخارج، لأن الإنسان مهما كان الخارج جميل لن ينام في هذا الخارج، ولن يتغطى بهذا الخارج، ولن يستجم ويتمدد على هذا الخارج على الجدار. يعني مثلا لو رأينا المسجد من الخارج نقول جميل جدا ما شاء الله، الحجم ممتاز والشكل العام جميل، ذرونا نراه من الداخل. فإذا وجدوه من الداخل مملوء بالأقذار والأرض ممزقة سجادها ونحو ذلك، والجدران متهالكة ولا إضاءة ولا مراوح ولا، يتحصر الإنسان. ولكن إذا دخله فوجد جماله وتنسيقه ازداد رغبة في البيت، فقال ذراني أدخله. قال أما الآن فلا، لا مش أدخل البيت، وأنت داخله لكن لا تدخل يقين. قال قلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا، أما هذا الذي رأيت؟ قال لي أما إنا سنخبرك. هنرجع ثاني الأول الحديث بقى. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلب رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة. يبقى تارك الصلاة بقى اللي بيكسر، بيقول أصلا نايم الساعة 12، صلاة العشاء خلصت 11 أو 10 ونص. وعلى فكرة أنا يعني في أمر لو أردتم أفعله معكم بعد التشاور مع الإدارة، تشاوروا أنتم مع الإدارة، تستطيعوا أن تجمعوا كل العشاء معكم حتى يتراجع الليل. نعم تستطيع أن تصلي المغرب ثم تجمع العشاء ثم تجلس للدرس ثم ينصرف من أراد أن ينصرف بعد صلاة العشاء المبكرة، ويجد الناس مساحة أوسع للجلوس مع الأهل أو لراحة البدن. ولكن طبعا أنا لا، لو فعلت ذلك هنا يقولون يغير الدين. أو صلاة الفجر. ما هو طب ما أنت اليدي هذه تلاحظ أنه لا يكاد يكتمل صف في صلاة الفجر. وقد يكتمل ثم تجد الرجل أو الرجلان لما كان الفجر يعني يتأخر في الأذان نصف الساعة تجد صفان، ساعة كان ثلاثة صفوف. فأنا لما رأيت ذلك وراجعت الفتاوى إن هذا جائز، ولكن إذا استحسنه الناس جميعا، ولكن إن قبلوه يوما أو يومين أو أسبوعا أو أسبوعين قد يضج بعد ذلك. يقول ضيع الدين، ضيع صلاة العشاء. وإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع المغرب مع العشاء مع المغرب من غير عذر، فقالوا لما فعل ذلك؟ قالوا لأنس أو لعبد الله بن عباس، قال أراد ألا يحرج أمته، وإن من المدن من لا يكاد يذهب لينام وإذا الفجر أذن. يعني لو انطلقتم إلى كندا شوية ساعتين كمان سفر
لا يكاد الناس ينامون، سرعان ما يستيقظون للفجر فلا تجد أحد يصلي الفجر في المساجد. ولكن نحن يعني هناك جمع من الناس يتحمل هذا الأمر حتى لو ذهب ينام. أنا مثلا بنام 1:30 كل يوم، وأستيقظ بحول الله وفضله وقدرته ونعمته علي الثالثة، فيعني أتجهز حتى يأتي أسمع أذان الفجر، أصلي السنة وأخرج. وما مر يوم أنني قمت يعني أو حدثتني نفسي ألا أقوم للفجر، الحمد لله. ويعني ذلك فضل الله علي، لا أعلم أني ضاع مني فجر في 30 سنة الماضية إلا يعني ما يعد على أصابع اليد الواحدة، وقد غلبتني عيناه واعتبرتها هدية من الله. إلا الفجر، إلا الفجر، إياك والفجر. ركعة الغداء في الفجر خير من الدنيا وما فيها، دي السنة فما بالك بالفريضة. يعني ركعتين السنة ما تاخذهم في وقتهم خير من الدنيا وما فيها، فما بالك بالفريضة. فهذا الرجل يأخذ القرآن فيرفضه، يعني تقول له اقرأ شوية القرآن، يقول لك بعدين، ويرفضه وينام عن الصلاة. فما جزاؤه إن مات على ذلك؟ تفضل، ما جزاؤه إن مات على ذلك؟ هذا الرجل الذي يقف فوق رأسه يفلغ رأسه ثم يعيده الله كما كان جزاء وفاق. مش كان النوم سلطان؟ مش كان النوم سلطان؟ ذق هذا النوم، أنت نائم ذق ما تستحق. ولكن ماذا، كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط أو إسراف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لمن نوي القيام ونوى أن يقوم للفجر، أو نام في قيلولته الظهر بعد الظهر فسحبه النوم إلى قرابة أذان المغرب أو حتى إلى أذان العشاء، ما استطاع أن يرفع رأسه. ولكن معلوم عنه حرصه على الصلوات وما يتمنى براحة بدنه أن ينام ربع ساعة أو ساعة زيادة. ومما يتعرض له الإنسان في قبره الصالح أنه إذا أيقظه الملكان يعني في روايات، إذا أيقظه الملكان يا عبد الله قم للسؤال، فإذا قام رأى وكأن الشمس قد مالت للغروب، فيظن أنه ضاع منه العصر، فيقول دعوني أصلي العصر. قالوا كنت عليها حريصا في الدنيا وأنت هنا تسأل عنها، لا صلاة عليك، لا صلاة عليك. فهذا الإنسان يرفض أن يقرأ من القرآن، ويرفض أن إذا أيقظته لا يقوم، وأصبح ذلك دأبه. فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذلك رجل بال في أذنيه الشيطان. يعني الشيطان للأسف الشديد عمل أذني هذا النائم مبولة تبول فيها براحته. وإن أحدكم إن أراد إذا أراد النوم جاءه الشيطان فعقد على قافيته 3 عقد ثم قال له نم وعليك نوم ثقيل. ربط على عقدك قفاك، على عقدك قفاك 3 عقد على قفاك 3 عقد وينفس فيها يقول نم عليك نوم ثقيل، فينام الإنسان. وجب إذا أردت أن تنام وتقول أذكار قبل أن تذهب في النوم لا تكاد تسبح بضع تسبيحات إلا وتجد عيناك قد ذهبت في النوم.
فإذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا تقلب العبد في المنام في نومه تقلب من اليمين لليسار وللسماء ولكنه انطلق لسانه بذكر لله مثلا بيقلق لثواني كلنا هكذا تقلق لثانية حتى تتقلب أو تتقلب بغير دراية أو بغير وعي لكن منا من يعلم فإذا تقلب يذكر ربه ويقول لا إله إلا الله مثلا ثم إله مرة أخرى فإن ذكر الله دعا له الملك دعا له الملك وفي رواية بات بين ثوبه وجلده معه ملك يسبح الله ويدعو له الله كلما تقلب العبد ذاكرا مولاه دعا الملك له اللهم اغفر له اللهم ارحمه ثم إذا انتبه العبد الألارم يضرب أو زوجته تصحي أو هو استيقظ بأمر الله عز وجل فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة من الثلاث التي عقدها الشيطان يبقى عاوز تقوم من النوم بسرعة أول ما تفتح عينك تذكر الله عز وجل أول ما تفتح عينك إن ذكرت أن تذكر الله انحلت عقدة من التي ربطها إبليس عليه لعائن الله المتتابعة وأعاذكم الله منه ربطها عليك على قفاك فتكون ثقيلا يدك تستطيع أن ترفع راسك وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا انتبه ذكر الله ثم مسح وجهه بيده صلى الله عليه وسلم يتعب يدفع عنه النوم ثم يتسوق ويقرأ آيات أواخر آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا الآيات فيقول هذه الآيات ثم ينهض يتوضأ فإذا توضأ انحلت عقدة يبقى بقي عليك عقدة واحدة وكثيرا لمن يقوم الليل إذا قام وبعد أن يتوضأ لا يزال رأسه ثقيل لا يزال رأسه فيه ثقل فإن كبر قائلا الله أكبر يعني يقصد صلى ركعتين انحلت كل العقد فإذا هو نشيط القلب فرحان برحمة الله عز وجل وتجده فرح وما تراه على من ضياء على وجوه بعض الشيوخ الناس الكبار في السن أقصد بالشيوخ هنا كبار السن إلا انعكاس لقيامه يعطي وضاء على الوجه تجد وضوء قد لا يكون وسيما ولكن تجده وضيء وجهه وضيء كأنه فيه راحة إذا نظرت إلى وجهه تستريح حتى ولو لم يكن وسيما وأما الرجل الذي أتيت عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الملك الذي يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته وهذا أخطره يغدو من بيته فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق رايح بيته صلى الخمس فروض ويخرج من بيته من المسجد او نحو ذلك فيقول كذبه